ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا مننساش نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن المغنيه الجزائريه سعاد الا احيا، يعني غنت في حفله العالمين واستضافتها مذيعه منى، طبعا مشهوره جدا ومحبوبه جدا في مصر. وسالتها قالت لها الفستان اللي انت لابساه جميل جدا، قالت لها هو ده مش فستان، ده لباس تقليدي جزائري، القفطان الجزائري. وكمان لهني فيه شغل يدوي جميل جدا جدا ومميز عليكي، والقى اعجاب ناس كتير جدا اول ما نزلت من على المسرح، خدوها وكلموها اكتر حاجه انبهروا بيها هي الفستان اللي هو القفطان الجزائري. سعاد يا جماعه لسه نازله من على الستيج دلوقتي ولابسه دريس يجنن، الستات برضو لازم تتكلم عن اللبس الحلو. قولي لنا بقى منين اللبس الحلو ده؟ اللباس هذا هو قفطان جزائري من تصميم المصمم الجزائري اسمه ايدين بالمادي، ما شاء الله. وانا تعرفت عليه من مده قصيره، هو هيز فيري تالنت يعني، ولبست فستانه حتى يعني انا عجبني كثير. وهذا الفستان يجنن عليكي جدا، وانت مع حلوه لايق عليكي، ومشغول بالهاند ميد بسرمه من الذهب يعني هنخطفك النهارده. مصنوع بالايد وطرز خيط ذهبي بالظبط. والفستان ده عنده اسم، هو سماه ورده، هو سماه كده، سماه ورده على اسم الست ورده، على اسم الست ورده لانه بيحب كتير ورده الجزائريه، كلنا بنحبها وبنعشقها والله. وانا فخوره اني البس فستان ورده. بنحييه وشكرا على الفستان الحلو اللي نورتي بيه حفل العالمين. يا رب العالمين لاهل الجزائر اللهم امين. وكمان مؤخرا ايه، هيئة اليونسكو رفضت تماما الملف اللي فتح من جهة المغرب بتسجيل القفطان ان هو قفطان مغربي، وقالت انه اصلا القفطان يعني دي كلمة من ايام العثمانيين وهي ملهاش اي علاقة بالمغرب خالص. ولكن لما جيت سجل قبل كده اليونسكو سجلت قبل كده ان القفطان موجود جزائري، القفطان جزائري، ولكن رفضت تسجيله للمغرب نهائيا. اشوفكم على خير يا رب، فيديو جديد وخبر جديد، ويا ريت ما تنسوش الشير واللايك، وكمان تدوسوا على زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات ان شاء الله. السلام عليكم.